حاجة متسجلة على الشاشة وأقدر أحطها، هقدر أحط أستخدم يتحول الماوس دي كأنها فرشة وأبقى بلون، هقدر أحط رابط لباتلي التاني خالص يكون كان عندي وكان عليه شغل. فديت يا جماعة الإمكانيات يعني ده كده الباتلت في أبسط صوره. خلوني بس هوريكم حاجة صغيرة. نفترض إن إحنا ده كله شغل طلبة، وإن الطلبة معلش في حد بيقول أنا مش سامع الصوت، لو الباقيين سامعين الصوت يطمنوني. لا الصوت واضح الصوت جدا. واضح جدا. تمام. الصوت واضح. واضح. حلو. حلو. تمام. طيب خلونا كده نشوف ايه هي ال ايه ايه لو انا بقى خلاص انا دلوقتي مديرة المدرسة ما بتحبش ان الشغل يبقى حاجة كده اونلاين وخلاص، هي عايزة الشغل يكون ورقي وممسوك في ايدها وعارفة كل طالب عمل ايه ومين اشتغل ومين ما اشتغلش، وانت هتدي مثلا لنجلاء دي الدرجة على اساس ايه، وهتنقصي مثلا اسامة ده ليه، وهتدي نرمين ليه، يعني هتبتدي تسألني الاسئلة دي. فمش من المنطق ان انا ما يكونش عندي حاجة ورقية لأعمال الطلبة بتوعي. عشان كده هوريكم ببساطة كده وبسرعة. اعتقد ان انتوا تعبتوا، شكلكم تعبتوا. تعبتوا صح؟ نو طيب احنا لو تعبنا، نقول بسم احنا لو الله الرحمن تعبنا ما الرحيم. كناش بنلعب. طيب بصوا بقى، عندي حاجة اسمها طباعة، هيطبعها لي زي ما هي كده كأنها صورة يا جماعة. عندي حاجة بقى اسمها ايه لطيفة كده، اسمها تصدير. ماشي. تصدير ديت انا بقدر، بصوا الاختيارات الحلوة اللطيفة دي، هو بيقول لي انت عاوزة ايه، عايز تحفظيها على انها صورة، ولا عايز تحفظيها على انها PDF، ولا عايز تحفظيها على انها ملف اكسل. انت عاوز تحفظيها في انهي شكل؟ المهم ان انا بختار الشكل اللي انا عايزه احفظها فيه وبحفظها. هفترض ان انا طبعا وكل شكل بيبقى نتيجته غير التاني، انا هفترض ان انا هحفظها بصيغه البي دي اف علشان بس يبقى عندنا احنا كمان مخرجات تعلم للحصه الحلوه بتاعتنا. بيبتدي يديني شويه اختيارات، انت عايزاها لارج ولا اي 4 ولا مش عارفه ايه، انا عايزاها اي حاجه، وعايزاها بالطول ولا بالعرض، خليها بنفس اعداداتها. بيقول لي اهوت انا بجهزها لك ان هي PDF، ابقى ابعتها لكم على فكره على الجروبس. بيقول لي 15 ثانيه وهتكون جهزت دلوقتي، هو هيوريها لي، هو بيفتح ان شاء الله يعني. تمام. بصوا بصوا كده هيت. انا كنت لو هبقى ارجع لكم تاني برضك للصفحه تشوفوها، اسمها استراتيجيات التعلم الالكتروني، وكنت كاتبه لكم اهلا بالزملاء. وبعدين السؤال اهو ده، طبعا احنا قلنا ايه ان المنشور الاخير هيبقى في الاول، المنشور الاخير اهو اسم صغير الاسد، وبعدين دي منشورات حضراتكم كل واحد باسم. تمام. تمام كده. دي وسيله التحويل لايه، تحويل الموضوع من الكتروني لورقي علشان يكون معاكم ورق بالشغل بتاعكم. حلو كده. وفي طريقه تانية ان احنا نقدر نحوله لملف اكسل ننزل عليه على طول الدرجه، يعني لو احنا عايزين بس يبقى قدامنا كل طالب اسم كل طالب وحاطط اشتغل ايه والدرجه تتحط، هتلاقوه في ملف اكسل وتلاقوه بشكل واضح. طيب خلينا نعمل ايه تاني. مش عارفة. تمام. طيب خلونا كده، طبعا عايزة اقول لكم ان كل الالوان ديت احنا نقدر ان احنا نغيرها، يعني بصوا كده انا اقدر اقف على اي منشور واغير الوانه، علشان انا اكتشفت ان هو حتى طالع في البي دي اف مش ملون، فنقدر نعمل كده. وانتوا اساسا كمان وانتوا بتشتغلوا تقدروا تعملوا كده، يعني وانتوا بتحطوا المنشورات، يعني الطلبة المقصود طبعا الطلبة وهي بتحط المنشورات تقدر تعمل كده وتنزل، ويبقى كل واحد حاطط بلون مفضل عنده. تقدروا ان انتوا تقسموا الطلبة دول لمجموعات او لالوان، زي ما بنقسم كده الكروت في الفصل، وبندي لكل واحد كارت، وكل كارت يبقى لون، والمجموعة اللي معاها كروت لون كذا تبقى كذا مثلا، زي ما انتوا بقى تحبوا، هي فكرة تعليم تعاوني. طيب تعليم تعاوني ازاي تاني؟ ان انا مثلا حابة اني ادي هنا تقييم، ف
احنا هدي طلعت مستميره فانا لازم اديها 5 نجوم عشان ما اقدرش اعمل غير كده. يلا بقى انتوا تقدروا تحطوا تقييمات لبعض وتقدروا تحطوا تقييمات زي ما انتوا عايزين، تمام؟ طيب احب اوريكم ايه تاني، احب اوريكم اختيار اللغه، تمام؟ انا بس بعتقد ان كده كتير عليكم يعني. طيب بصوا بقى يا هو في جماعه، سؤال بس كده، ها اتفضل. بالنسبة للطلبة، لازم تبقى عاملة برضو تمام. اكاونت ولا بيخش فري؟ لا هو هل كل الاساتذه اللي دخلوا معايا دلوقتي عاملين اكاونت؟ لا لا لسه. بالظبط كده، يعني حضرتك الاجابه معاك. تمام، اوكي. تمام. طيب بصوا بقى، انا اغير اللغة من الكمبيوتر على طول يا استاذة نورة، مش سامع حضرتك. اغير اللغة من الكمبيوتر على طول. لا 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 لا، ليه؟ طيب اولا انا هقول لحضرتك، انا بتكلم عن لغة البرنامج اللي انا شغالة بيه، مش لان او العرض الواجهة دي، حتى لو غيرت اللغة وهي كانت واجهته انجليزي هيفضل انجليزي، مش هيغير حاجة جواه. فخلينا عارفين ان بصوا كده، العلامه دي هي العلامه الصغننه اللي انا واقفه عليها دي، اللي ايوه اسمها الحساب، اسمها الحساب ديت اعدادات الحساب الرئيسيه، مش اعدادات الباكلت او اعدادات الوول اللي هي الحائط اللي انا اشتغلت عليه، لا دي اعدادات الحساب الرئيسيه. تمام. ودي اللي انا اول ما بعمل الحساب بدخل اظبطها على اقرب حاجه ليا او اكتر حاجه تكون مريحه ليا في التعامل. حلو. فانا هنعرضها كده بسرعه برضو. هو حتى بيقول لي هو انت استخدمتي 2 من 3 منصات، يعني المفروض يبقى انا اقصى عدد، انا اسفه ان انا قلت 4، اقصى عدد استخدمه يبقى 3. انا بفضل دايما ان لازم يكون في مكان فاضي، يعني عشان هو بيوزن الموضوع ككل يعني. وبعدين بوريكم الاعدادات كده، انا في كل نفس والله بخاف يقطع. طيب الإعدادات فيها إن أنا بختار صورة رمزية ليا.